يا ماما ما تعرفيش كتابي فين؟ ولا شرفني، هو انا اللي بذاكر فيه؟ يعني هو انا اللي بذاكر فيه؟ على رأيك، اهي حظك الاسود في عيالك يا لوزة. طب وبعدين بعد الامتحان بكرة؟ قلبي يا ابني بقى ارحمني، عاوز اذاكر. طيب يا قلبي ما تذاكريش كتير عشان بغير عليك لما السؤال يقف معاكي. بقولك ايه، انا بحب امك مش عايز اشتمها. اشتمي مين يا بت؟ وانت فاكرة نفسك حلوة؟ ده انا بعكسك بس عشان انا قليل الادب. اه يا حبيبي حلوة وكيوتة وزي القمر، ونص شباب كفر الدوار بتجري ورايا. ليه فاكرة نفسك ميكروباص المنشية؟